إذا أمك على قيد الحياة ولا قدرت تشوفها وش تسوي؟ وإذا ما عندك لا وظيفة ولا سكن ولا أي حاجة وش تسوي؟ يعني ودي أبر في أمي قبل لا أموت، ودي أشوفها بعيوني قبل أشوف التراب قبل. طيب لو قلت لك الحين إني أمك ود إنها ممكن تجيك الآن وش تقول؟ هتير من فرح. طيب التفت، هذه أمك. تفضلي دربي يا أم محمود. ودي أبر فمي قبل لا أموت، ودي أشوفها بعيوني قبل أشوفها تتراب قبل.